ثلاث امتحانات الكتابية والشفوية التي أجريت لهم من خيرة الموظفين، وسيخضعون لتدريب جديد لرفعهم من مهاراتهم ومن قدراتهم في مجال خطة العدالة. سيشرف على هذا التكوين قضاة وأساتذة أجلاء في مختلف المواد التي يحتاجها العدل في مهامه الجديدة. عداد كان فقط رسالة للتأكيد عليهم بالتحلي بالنزاهة والاستقامة بتمثيل بلادنا أحسن تمثيل، وأيضا باعتماد سلوك جديد في التعامل مع مغاربة العالم من حيث الإصغاء لهم وتفهم مشاكلهم والاجتهاد من أجل إيجاد الإجابات التي تطرحها المشاكل التي يعانونها في المجتمعات التي يعيشون فيها. الخدمات التي يقدمها العدول في القنصليات خدمات جديدة يحتاجها كل المغاربة في مختلف مساراتهم الحياتية، خاصة في كل ما يتعلق بالأسرة وبخطة العدالة. وهذا الحرص ديالهم المطلوب ديالهم بوجود مكاتب عدلية في القنصليات هو دليل آخر على تشبثهم بمغربيتهم وبتقاليد البلاد وبقيم الدين الإسلامي الحنيف كلما تعلق الأمر بقضايا الزواج والطلاق ومختلف الممارسات والإجراءات المرتبطة بخطة العدالة. المغاربة يعيشون في انسجام تام مع العالم الجديد ومع الدول التي يقطنون فيها، ويتفاعلون إيجابيا مع تلك المجتمعات، وفي نفس الوقت يصرون على دعم الارتباط الروحي والعقائدي بالمغربيين وبالدين الإسلامي الحنيف. أنا فؤاد محيي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل. قمنا اليوم باستقبال فوج الموظفين الذين تفوقوا لممارسة خطة العدالة بالخارج. قمنا باستقبالهم حيث قاموا باختيار مقرات عملهم حسب الاستحقاق، وقد مرت في ظروف جيدة واستحسنها الجميع. كما أشرف السيد وزير العدل على استقبالهم ومدهم بمجموعة من النصائح والتوجيهات، كما أثنى على المجهود الذي قامت به المديرية من أجل اختيار الكفاءات التي ستشرف بلدنا للقيام بهذه المهام. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى لهم مسارا موفقا في بلدان إقامتهم الجديدة. هذا اليوم نشهد استنجام بمسلسل بدأ منذ أسابيع، حيث تم تعيين السادة والسيدات الموظفين الذين سوف يلتحقون بوزارة الخارجية من أجل ممارسة مهامهم الجديدة في ممارسة خطة العدالة. تم تعيينهم بناء على الاستحقاق، حيث قام كل واحد منهم باختيار المكان أو المدينة التي سوف يلتحق بها انطلاقا من نقطة استحقاقه. عموما الإدارة منذ أن توصلت بكتاب سيد وزير الخارجية في الموضوع عبأت كل الإمكانيات من أجل أن تمر هذه المباراة في أحسن الظروف، وبالفعل تمكننا من الوصول إلى 40 موظفا تميز هذه السنة بثلاث نساء التمثيلية المصرية، إضافة إلى أن أكثر من نصف الدوائر القضائية كانت كذلك ممثلة طبعا الحال، إضافة إلى كذلك جميع أو أغلب أصناف الموظفين كذلك كانت ممثلة. كان هذا 40 شخصية اللي عندنا اليوم فيها حقيقة صورة جامعة لكل مكونات العاملين. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.